nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Ana Üstad El-Müsaid Doktor Çetve Hamad Amin الهرم زياري من جامعة صلاح الدين أربيل. المؤتمر في الحقيقة مؤتمر عالمي ومؤتمر على مستوى جيد من الإعداد والأداء، والبحوث اللي نوقش في المؤتمر بحوث قيمة جدا، ولله الحمد نشر في مجلة والآن بين أيدي الباحثين وبين أيدي القراء، وإن شاء الله في قابل الأيام نرى مؤتمرات أكثر وأكثر حول تلك المواضيع اللي نوقش هنا. نورسي بديع الزمان أكبر من أن أستطيع أن أصفه بكلمات هكذا، فهو العالم الكبير العلامة المجد الذي أو النور الذي وهبه الله لنا جميعا، لأننا نرى في رسائله النورية بأنه فسر لنا القرآن والسنة بطريقة مغايرة لغيره من العلماء، ووضح لنا القرآن والحديث، ووضح لنا الشريعة بأسلوب راق وجميل، فجزاه الله خيرا عن ذلك. رسالة السماء أو فلنقل تاريخ الإنسانية مع الأنبياء تاريخ قديم منذ آدم عليه السلام، وهناك رسل يأتون إلى البشرية. الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن عددهم 25 رسول ونبي، فهؤلاء لهم دور مجيد في إحياء الإنسان والتوجه بالإنسانية إلى الله سبحانه وتعالى والهروب من عبادة الأوثان والشرك، فهذا الدور دور مجيد وعظيم، وأن نجد أنفسنا أمام حقيقة الحياة وحقيقة ما بعد الحياة، فالأنبياء هم الذين أتوا برسالات السماء وبرسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشرية.